عليكم طلابي طلاب الصف الحادي عشر الأدبي ألف وهاء. نكمل في درس الأسماء الخمسة في حل التدريبات. وصلنا عند التدريب الثالث صفحة 66. التدريب الثالث المطلوب ندخل كان أو إحدى أخواتها تارة وإن أو إحدى أخواتها مرة أخرى على كل من الجمل الآتية مراعين ضبط أواخر الكلمات. هنا كان أو إحدى أخواتها، كان وأصبح، بات، ظل، ما زال، ما فتئ، من فك، كان أو إحدى أخواتها. نواسخ فعلية ونواسخ حرفية: إن، أن، لكن، ليت، لعل، كأن. كان اسمها مرفوع وخبرها منصوب. إن اسمها منصوب وخبرها مرفوع. الجمل: أبوك ذو شأن، في البيت أبوك، حمو سعادة، ودود. ندخل على سبيل المثال ما يختار الطالب: كان أبوك ذا شأن، ذا شأن، اسمها مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، وخبرها ذا شأن، اسمها مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، وذا خبر كان منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. هنا عند إدخال إن أو إحدى أخواتها نقول: إن أباك ذو شأن، اسم إن منصوب أباك وخبرها مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمس. لاحظ هنا: في البيت أخوك، ظل في البيت أخوك، ظل من أخوات كان، أخوك اسم ظل مرفوع بالواو وهو مضاف، والكاف في محل جر مضاف إليه، وفي البيت الجر المجرور خبر ظل. ليت في البيت أخاك، ليت من أخوات إن، اسمها أخاك وخبرها شبه الجملة من الجاري والمجرور في البيت. ما زال حمو سعاد ودودا، ونستخدمنا أخ من أخوات كان، ما زال حمو سعاد ودودا. إن حما سعاد ودود. هنا كما قلت:
كان اسمها مرفوع وخبرها منصوب. إن اسمها منصوب وخبرها مرفوع. والأسماء الخمسة كما تعلمون ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. جاء أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك. بعد ذلك نأتي إلى التدريب الرابع، نعرب ما تحته خطوط إعرابا تاما. قال تعالى: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. اللام حرف جر، أبي اسم مجرور بالياء أم بالكسرة؟ بالكسرة المقدرة. لماذا شرط إعراب الأسماء الخمسة بالحروف أن تكون مضافة وإضافتها إلى غير ياء المتكلم؟ فهنا أضيفت إلى ياء المتكلم فتعرب بالحركات، بالكسرة المقدرة، اللام حرف جر. إنه كان من الضالين. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. كان ذو عسرة، هنا كان تامة وليست ناقصة، كان فعل ماضي تام يأخذ فاعل، فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، وعسرة مضاف إليه مجرور بتنوين الكسر. كانت تامة تكتفي بالفاعل فقط لا غير. ومما قيل في وصف اليمامة وقد راحت تغدو تطعم صغيرا لها في رشها، تساكن من فيها بفيه. من حرف جر، فيها اسم مجرور بالياء وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. من حرف جر. ب، الباء حرف جر، فيه اسم مجرور بالباء، اسم مجرور عفوا بالياء وهو مضاف. قلنا الأسماء الخمسة كي تعرب بالحروف لابد أن تكون مضافة وإضافتها إلى غير ياء المتكلم. هنا مضافة وإضافتها إلى غير ياء المتكلم، أضيفت إلى الهاء، اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء. نعم، هذا فيما يخص التدريب الثالث والتدريب الرابع. نلاحظ هنا الأسئلة، الأجوبة النموذجية. أصبح، لاحظ، أصبح أبوك ذا شأن. أصبح من أخوات كان، اسمها مرفوع أبوك، مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، وذا خبر أصبح منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. نلاحظ إن أباك، إن اسمها منصوب وخبرها مرفوع، اسمها أباك منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة وخبرها ذو. ونلاحظ في المثال الثاني اسم كان أخوك مرفوع بالواو وخبرها شبه الجملة من الجار والمجرور في البيت. نلاحظ ليت من أخوات كان، اسمها أخاك، ونلاحظ اسمها منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة في البيت، خبرها مقدم. ونلاحظ ظل من أخوات كان،
اسمها مرفوع بالواو وخبرها ودودا منصوب. كأن لاحظ اسم كأن حمى اسمها منصوب بالألف وهو مضاف وسعاد مضاف إليه وودود خبر كأن. ونلاحظ هنا في الإعراب كما أسلفنا وقلنا واغفر لأبي إنه كان من الضالين، اللام حرف جر. ونلاحظ أبي اسم مجرور بالكسرة هنا وليس بالياء لأنه أضيف، وإضافته كانت إلى ياء المتكلم ويعرب بالحركات المقدرة. ونلاحظ هنا خطأ، هنا ورد خطأ، أعرب كان هنا عندما قال في سورة البقرة وإن كان ذو، أعرب ذو هنا اسم كان وهي فاعل، هذه خطأ، فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف وعسرة مضاف إليه. نلاحظ هنا تساكب من فيها بفيه اسم مجرور وعلامة جره الياء وهو مضاف، وفيه اسم مجرور وعلامة جره الياء وهو مضاف. نعم، ننتقل بعد إلى ورقة عمل عن الأسماء الخمسة. نلاحظ هنا ورقة عمل خاصة بالشعبة ألف وهاء. السؤال الأول: استخرج الأسماء الخمسة وحدد علامة إعرابها مع ذكر السبب. علامة الإعراب سواء كانت علامة أصلية أم علامة فرعية. جاءني ذو مال، رب أخ لك لم تلده أمك، قال تعالى حتى يأذن لي أبي، حمو المرأة أبو زوجها، من أدب الطعام ألا تفتح فاك وأنت تأكل. وأيضا سؤال مشابه، وأيضا هنا نريد أن ندخل كان أو إحدى أخواتها مرة، وإن أو إحدى أخواتها مرة أخرى على الجملتين التاليتين، وأن نغير ما يلزم. الحديث ذو شجون بمعنى الحديث متشعب، وحمو سلمى عطوف. وهنا أعرب ما تحته خط، قال الشاعر أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاح. وقال الشاعر رماكي، طبعا هنا الشاعر أحمد شوقي في نكبة دمشق، رماكي بطيشه ورمى فرنسا أخو حرب به صلف وحمر. وقال تعالى وإن ربك لذو مغفرة. وقال لا، وقال تعالى لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. وقال تعالى من سورة القصص وأبونا شيخ كبير. وهناك سؤال: اذكر شروط إعراب الأسماء الخمسة بالحروف بالحركات الفرعية. ننتقل إلى حل الورقة سوية. استخرج الأسماء الخمسة وحدد علامة إعرابها مع ذكر السبب.
جاءني ذو مال، أين الاسم؟ أين الاسم الذي يعد من الأسماء الخمسة؟ أب، أخ، حم، فو، ذو. ذو بمعنى صاحب مال. ملاحظ، ذو من الأسماء الخمسة مرفوع بالواو لأنه موقع الإعرابي وقع فاعل، جاءني ذو مال، ذو فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، ومال مضاف إليه مجرور بتنوين الكسر. رب أخ لك لم تلده أمك. ملاحظ، رب هي حرف جر، أخ هنا اسم مجرور ليس بعلامة فرعية وإنما بتنوين الكسر، لأنه شرط من شروط إعراب الأسماء الخمسة بالحروف أن تكون مضافة، وهنا لم تقع مضافة. وقال تعالى حتى يأذن لي أبي، يأذن أبي فاعل مرفوع بالضمة وليس بالواو، لماذا؟ لأنه شرط من شروط إعراب الأسماء الخمسة بالحركات الفرعية بالواو رفعاً وبالألف نصباً وبالياء جراً أن تكون مضافة وإضافتها إلى غير ياء المتكلم، وهنا أضيفت إلى ياء المتكلم. لاحظ في المثال الرابع، حمو المرأة أبو زوجها، حمو من الأسماء الخمسة مرفوعة بالواو لأنها أضيفت، مبتدأ مرفوع بالواو وهو مضاف، والمرأة مضاف إليه، أبو من الأسماء الخمسة خبر مرفوع بالواو وهو مضاف، وزوجها مضاف إليه. من أدب الطعام ألا تفتح فاك، من الأسماء الخمسة فاك مفعول به منصوب بالألف وهو مضاف، والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. الواو هنا وأنت واو، واو الحال، وهنا أنت تأكل مبتدأ وخبر، أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، والخبر الجملة الفعلية، وأنت تأكل الجملة الاسمية في محل نصب حال. أدخل كان أو إحدى أخواتها مرة، وإن أو إحدى أخواتها مرة أخرى على الجملتين التاليتين وغير ما يلزم. الحديث ذو شجون بمعنى متشعب، الحديث متشعب. صار الحديث ذا شجون، ليت الحديث، ليت الحديث ذو شجون. سبق وأن نوهنا أن كان اسمها مرفوع وخبرها منصوب، وإن اسمها منصوب وخبرها مرفوع. حمو سلمى عطوف، ندخل كان تارة وندخل إن تارة أخرى، نقول كان حمو سلمى عطوفا، ونقول إن حما سلمى عطوف. أعرب
ما تحته خط ملاحظ، قال الشاعر: أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهلجة لغير سياح. هنا نعود إلى درس الإغراء، المنصوب على الإغراء: إلزم أخاك. فهنا أخاك مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وأخاك الثانية هي توكيد لفظي منصوب. قال الشاعر أحمد شوقي: رماك بطيشه ورمى فرنسا أخو حرب. رماك أخو فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، وحرب مضاف إليه. قال تعالى: وإن ربك لذو مغفرة. هنا الناسخ إن اسمها ربك لذو، خبر إن مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، ومغفرة مضاف إليه. لا تتخذوا آباءكم، شرط إعراب الأسماء الخمسة بالحركات الفرعية أن تكون مفردة، وهنا وقعت آباءكم جمع، فهنا تعرب: لا تتخذوا آباءكم مفعول به منصوب بالفتحة، آباءكم وهو مضاف، وكم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. قال تعالى: وأبونا شيخ كبير. نلاحظ من الأسماء الخمسة مبتدأ مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والنا ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. وأبونا شيخ مبتدأ وخبر، شيخ خبر، وكبير نعت. وهنا أذكر شروط إعراب الأسماء الخمسة بالحروف بالحركات الفرعية، أي بالواو في حالة الرفع: جاء أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك، أن تكون مفردة، أن تكون مفردة وليست مثناة ولا مجموعة، وأن تكون مضافة لكن إضافتها إلى غير ياء المتكلم. هذه ورقة تخص الأسماء الخمسة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.